توتر يزداد حدة بين الرئيس التركي والرئيس الفرنسي على خلفية تصريحات الأخير عن الإسلام. فبعد يوم من تصريحاته التي دفعت باريس لاستدعاء سفيرها في أنقرة، جدد أردوغان دعوته لخضوع ماكرون لفحوصات بشأن صحته العقلية بسبب حديث الأخير عن الإسلام وحماية القيم العلمانية. ماكرون بدوره غرد بالعربية ردا على أردوغان، قال إن بلاده لن تتراجع عن موقفها من التطرف الإسلاموي، ورفض ما سماه خطاب الحقد، ودعا إلى نقاش عقلاني. من جهته انتقد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات أردوغان، وقال إنها غير مقبولة. رسميا انضم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى منتقدي ماكرون واتهمه بمهاجمة الإسلام. وفي المغرب دانت وزارة الخارجية الإمعان في نشر الرسوم الكاريكاتورية، بينما وصف وزير الأوقاف الأردني الإساءة إلى المقدسات بأنها جريمة تحرض على العنف. تصريحات ماكرون عن الإسلام وتمسكه بالرسوم الكاريكاتورية تسببت بغضب شعبي في بلدان عربية وإسلامية عدة، ودعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية. ولكن تلك المظاهرات الشعبية أغضبت الخارجية الفرنسية، ودعت في بيان إلى وقف مقاطعة بضائعها، مقاطعة بدأت فعلا في متاجر عدة في دول خليجية وشرق أوسطية.